جيلنار مجدلينة كانت المشاركة الوحيدة من لبنان من أصل 151 شخص بمسابقة عالمية على موقع يوتيوب. المسابقة كانت كناية عن مقطوعة شهيرة اسمها Pirates of the Caribbean، معروفة عالميا. في شخص كومبوزيتور عالمي أمريكان اسمه جارود رادنخ عمل لها فيرسيون كتير أفانسي للبيانو، طلع بفكرة أنه يعمل كومبوتيسيون على اليوتيوب عالمية، كل شخص بده يعزفها مثل ما هو عاملها، أكيد في البارتيسيون، وبيقدم الفيديو تبعه، بينعرض على التيم، وإذا كان انقبل بفوت بالكومبيتيسيون، وكان هي عن فوتينج عالميا. أول مرحلة أخذت 3000 صوت، كانت بأول راوند، انتقلت للراوند 2 لأنه طلعت الأولى فيه. بالتوب 10 رجعنا كمان عملنا على كينية 3-4 أيام كمان تصويت تاني، بس ثاقبت صار في أحداث كتير أليمة بلبنان أثرت على التصويت ولهيت العالم عن هذا الشيء. الأحداث الأليمة بلبنان وتفجيرات طرابلس ووفاة عمة لجيلنار كلها ظروف تزامنت مع إجراء المسابقة وأثرت سلبيا على تقدم جيلنار بالمرحلة الثانية من التصويت. ورغم كل هالشي احتلت جيلنار المرتبة السادسة بإنجاز فني وثقافي فريد من نوعه للبنان. صار في عندك ناس من برا بتعرف بشي اسمه لبنان، بشي حدا بيانيست من لبنان، ما كانوا سامعين يمكن انه معقول يكون في موسيقيين هالقد بارعين بلبنان، وصار في عندي كونكسيون مع بيانيستية برا وموسيقيين عالميين، يعني هذا الشيء كتير منيح وكتير بيضيف لألي ولثباتي. طموحي أن أوصل للعالمية، أرفع اسم لبنان، ودلني دايماً متابعة على البيانو، لأن إذا بتوقف تمرين ما بتدلك محلك، دونك دايماً لقدام قد ما فيه. جيلنار نحن اتفقنا على شغلة رح تسمعينا إياها سيربريز. صرنا على الهواء، مساء الخير. على وقع هذا التقرير عن جيلنار مجدلاني الموعودين بحفلتها مع طلابها باليونسكو ب 29 من الجاري، وبعد الليلة على وقع التوتر في طرابلس.